ذات مرة في أرض قطر الجميلة كان هناك كأسان من الماء، ولكل واحد منهما قصة خاصة ليرويها. مرحبا أيها الكأس، من أين أتيت؟ مرحبا، لقد جئت من بحر الرويس. أنا من بحر الويكرا، ويبدو أن كلانا قطع شوطا طويلا حتى وصل إلى هنا. نعم فعلا، لكن هل تتذكرين كيف تم أخذنا من البحر؟ طبعا، لقد كانت مياهي مالحة، وأتذكر عندما أدخلوني في مراحل عديدة كانوا يسمونها مراحل تحلية مياه البحر. أجل، أتذكر جيدا كيف أزالوا الشوائب مني ثم نقلوني إلى خزان ضخم. ممتاز، هذه المياه تبدو صافية ونظيفة. يبدو أنك رماء قد أخذت عينة منا لتفحص جودتنا في مختبرهم بعد التحلية. نعم، العكارة منخفضة ودرجة الحرارة مناسبة. أترى هذه الموظفة؟ إنها تفحصنا لتتأكد من أننا أهمنان وصالحان للشرب. أتمنى يا صديقتي أن نجتاز جميع الاختبارات. انظر، لقد تم وضع علامات علينا، هذا يعني أن مياهنا آمنة وبجودة عالية. عبر الأنابيب تحت الأرض تشق المياه طريقها نحو المدينة. هذا الماء قطع أشواطا طويلة حتى وصل إلى منزلي. تسعى كهرماء أن يكون إنتاج المياه في قطر بجودة عالية. تذكر أن المياه النظيفة ضرورية لصحتنا وسعادتنا، وبفضل عمل كهرماء الشاق يمكننا الاستمتاع بمياه آمنة ومنعشة كل يوم.